فرسان الإسلام قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إبليس هو في أصله خلق من خلق الله عز وجل من عالم الجن، كان عابدا طائعا لله في الأرض، ومن شدة عبادته لله كرمه الله عز وجل بأن رفعه للملأ الأعلى، لكنه عصى الله وتكبر على تنفيذ أوامر المولى عز وجل، فكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. والفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس، عندما خلق الله آدم عليه السلام من طين وخلق إبليس وأولاده من نار، وحينما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم أطاع الجميع أوامر الله عز وجل، ولكن إبليس أبى واستكبر ورد أمر الله ولم يجب ولم يتب ويطلب العفو من الله بعدها، بل على العكس قام بتحدي الله والجنس البشري كله. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صدق الله العظيم. إذن معصية إبليس تكسير لأوامر الله ورد لأمره، وبعدها عدم التوبة إلى الله. أما معصية آدم، يقول تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. صدق الله العظيم. وبعد أن نهى الله عز وجل آدم عليه السلام وزوجته بعدم الاقتراب من الشجرة المشار إليها في الآية الكريمة، جاء إبليس وأقسم لآدم: إن الخلود في الأكل من هذه الشجرة. ولولا قسمه لما صدقه آدم، وهذا ما قاله آدم عليه السلام لأبنائه، قال: ما ظننت أن هناك مخلوق يقسم بالله كذبا، ولذلك أوقع بهما في ذنب الله. لو تدبرنا هنا في قصة آدم وإبليس الفرق بين معصية كل منهما، نجد معصية آدم ارتكاب المنهي عنه وليس تكسير لأوامر الله عز وجل، إضافة إلى أن آدم تاب إلى الله وطلب العفو والمغفرة. من الذي يقتل إبليس عليه اللعنة؟ من علامات الساعة الكبرى ظهور دابة الأرض التي يرسلها الله عز وجل لكي تذكر الناس بآيات الله وكيف أنهم جحدوا بها. يقول تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. هذه الدابة تخرج ممسكة بعصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، تدخل على الناس من باب الحرم، تلمس وجه المؤمن بعصا موسى عليه السلام فيصير وجهه نورا تعلوه علامات الهدى والصلاح، ينظر إليه الناس فينادونه: يا مؤمن. ثم تلمس وجه الفاجر الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسود وجهه وينظر إليه الناس فينادونه: يا كافر. بعد أن تظهر علامات الساعة الكبرى وتأتي الدابة، هنا يريد إبليس أن يتوب لله، ولكن بعد أن أغلق باب التوبة فيقع على الأرض ساجدا لله فتدوس على رأسه الدابة فتقتله على الفور. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم. نشكركم لحسن متابعتكم ونتمنى لكم وقتا سعيدا. إن أعجبكم الفيديو فضلا اشتركوا بالقناة وادعمونا بلايك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.